الوضع السياسي للمغرب، لا اقصد حزبا بعينه ولكن جميع الاحزاب. القصيده انسحبتني وانهتني بعض الوقت حتى انهيها فساشكرك. القصيده بعنوان السياسي والغرام. للسياسي موعد للتهافت وطرح الابواب واعطاء الوعود وتنميق الخطاب. ولله الحمد، ولله الحمد، بلادنا تزخر بأرض الأحزاب عديدة كحبات الرمل والتراب، عديدة كحبات الرمل والتراب. هي في كل حال تأتينا بهندام الصواب، لا شيء فيها يعاب. إن كانت لها كراسي في قبة النواب فصهيلها كنغم الوتر والربا، وإن غابت عن ركح الأصحاب تعالى الصياح وتغريد الغراب. أحزابنا جميلة رموزها كالشهاب، أحزابنا جميلة رموزها كالشهاب، وألوانها تزيح عن عيوننا الضباب كلما حل انتخاب مجلس النواب. لها في كل بقاع زبانية وأصحاب يروجوننا كالخراف والنعاز والدوام. نساق بأبخس الأتمان والعرض وثير كالدمام. من قال بأن وعودهم سراب؟ حاشا لله، حاشا لله، هم ملائكة في أبهى الأتوار يقيمون الصلاة ويتلون بعض آيات الكتاب، يأمرون النساء بالعفاف والطهر والحجاب، يحرمون الخمر ويحللون بعض الشرع، يسبحون طبعا لرب الأرباب، يتفننون في اقتناص الجواب كلما أتاهم سؤال من الشباب. إذا الوقت أستاذ لا شيء فيهم يعاب، وقصيدتي أستغفر الله ليس فيها سباب. هي فقط هي لو هم لا إخوة وأخوات في نهاية الولاية طبعا سواء من قال بأننا نتمنى لهم سوء العقاب ونطالب برد المسؤولية بالحساب والمساءلة وتجديد العقاب. هذا كلام لا يقال حاشا لله حتى من فوق المحراب. عفى الله عنا سلام وذلك.